ازيك يا صديقي؟ النهاردة مكملين في رحلتنا بعد ما تعرفنا على الجهاز الدوري والقلب والدم. النهاردة هنتعرف على جهاز مهم جدا في الإنسان وهو الجهاز الإخراجي. الجهاز الإخراجي عندنا منه 3 أنواع: الجهاز البولي والعرق والرئة اللي بتطلع لنا الزفير. هتقول لي إيه ده؟ أمال فين الأمعاء والغليظة والأمعاء الدقيقة؟ ده ما يعتبرش جهاز إخراجي، لأن اللي بيخرج ما هو إلا فضلات من الأكل ما عدتش على الدم. لأن ببساطة يا صديقي، عشان نصنف أي حاجة إن هي تبع الجهاز الإخراجي لازم تكون عدت على الدم والجسم ابتدى إن هو يستفيد منها وبعد كده خرجها بره جسمه. أما البراز فما هو إلا بقايا أكل غير مهضوم. النهاردة بقى هنتكلم عن الجهاز البولي، ودلوقتي هنشرح مكوناته وكمان هنعمل تجربة بسيطة نعرفك إزاي عملية الإخراج بتتم عن طريق الجهاز البولي. دلوقتي يا صديقي، اللي قدامك ده هو الجهاز البولي، وعشان نتعرف عليه تعالى نعرف جزء منه بيتكون من ايه. اول حاجة عندي الكليتين، والكليتين دول يا صديقي يعتبروا هم المصفى اللي بيصفي الجسم بتاعك من الاملاح وبقايا البروتين اللي احنا بنسميها اليوريا. طب الحاجات دي بتروح لها ازاي؟ يروح لها عن طريق الدم، عن طريق الشريان الكلوي اللي هو متلون عندك باللون الاحمر ده. الشريان الكلوي عندك بيتقسم لناحيتين، كل ناحية فيهم بتروح لكلية منهم، وبعد ما بتبتدي الكلية ان هي تنظف الدم من الاملاح وبقايا بروتينات زي ما احنا قلنا، فبعد كده بتبتدي الكلية عندك ان هي ترجع الدم تاني بعد ما بتفلتر للجسم عن طريق الوريد الكلوي. طيب بعد ما بيبتدي الكلية ان هي تفلتر، اللي هي فلترته ده بيروح فين؟ اللي هو اليوريا بيبتدي ينتقل عن طريق الحالب اللي هو متلون عندك باللون الاصفر، عشان يبتدي يتجمع في المثانة. لحد ما المثانة بتبتدي ان هي تتملي يبتدي عندنا شعور الاخراج وان احنا عايزين نخرج اليوريا دي بره جسمنا. ومش هنكتفي ان احنا نوريك الجهاز البولي بالصور ومكوناته بس، لا كمان احنا عملنا تعديل بسيط. لو جيت بصيت ورا الشكل زي ما انت شايف كده هتلاقينا حاطط لك كوبايتين، كل كوباية فيهم بتمثل الكلى، وهتلاقي عندك الحالب موصلينه بالخراطيم لحد الكوباية اللي تحت اللي هي بتمثل عندي المثانة. ولو جبت لك الكوبايه دي اللي هي مثلا بتمثل الدم عندي اللي هو هيجي للكلى عشان تبتدي ان هي تفلتره، هبتدي دلوقتي نعمل نفس التجربه بالكلام اللي احنا قلناه ونشوف هيحصل. اول ما ابتدي املى الكليتين عندي بالميه اللي احنا حطيناها او الدم اللي جاي لها عن طريق الشريان الكلوي، هتبتدي عمليه الفلتره فورا، وبعد كده تنتقل للحالب عشان تروح للمثانه اللي اول ما هتتملي هتبتدي عمليه الاخراج وينزل اليورين نسبة لليوريا اللي بتبتدي الكلية ان هي تفلترها. واللون الاصفر اللي انت شايفه ده مجرد عادي لون طعام احنا حاطينه عشان الموضوع يكون اقرب اكتر ليك. شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا مستقبل يبدأ الآن.